زفافي هي ليلة أسطورية بكل المقاييس، هي ليلة تحلم بها كل أنثى، هي ليلة تعاش مرة بالعمر، هي ليلة مميزة بكل تفاصيلها السعيدة، هي ليلة تخلد في الذاكرة طوال العمر. نعم، هي ليلة زفافي التي نظمتها لمسة الملكة للمقبلين على الزواج، وضمت كل ما هو جديد في عالم الأفراح والمناسبات. طبعا كل عام كل سنة في عروض موسمية مواكبة لصيحات الموضة. الجميل لهذه السنة أن عندنا أكثر من 60 مشاركة من خارج السعودية وخارج جدة. هذا اللي كان متطلب للجمهور جدة بالذات وما حولها من منطقة مكة المكرمة لزيارة هذا المعرض، مترقبين يعني من فترة يعني. وأهتم المعرض في نسخته 16 على جذب المقبلين على الزواج ليجدوا كل ما يحتاجونه لتحضير زفافهم، حيث شارك به أكثر من 80 مشارك من مؤسسات وأفراد، وتنوعت به الأنشطة لأكثر من 15 نشاط مختلف. المعرض معمول للمقبلين على الزواج، في كل ما يحتاجه. في المستشفى عندنا جميع التخصصات الطبية. أنا هتكلم على التخصص بتاعنا، تخصص الجلدية والتجميل. طبعا أي عروسة مقبلة على الزواج بتحتاج تراجع طبيب الجلدية والتجميل، بتعمل جلسات عناية بالبشرة، بتعمل ليزر للجسم أو للوش، بتعمل إبر تجميلية سواء بوتوكس سواء فيلر سواء بلازما، بتعمل جلسات عناية، جلسات نضارة للوجه وللجسم. كل هذه الأشياء متوفرة عندنا في المستشفى. احنا المركز المؤتمرات الوحيد في مدينة مكة المكرمة. غير كده احنا عندنا قاعة مؤتمرات، حابين انه احنا نكون مشاركين في معرض ليلة زفافي، بحيث انه احنا نعمل ماركتينج للقاعة حقتنا. القاعة حقتنا تشتغل لمؤتمرات، هي مركز مؤتمرات وكذلك أفراح. مركز أوليفيا الطبي بيقدم خدمات كثيرة للعرايس، منها إزالة الشعر الغير مرغوب فيه، البوتوكس، خدمات الحقن في الفيلر، خدمات البلازما وتساقط الشعر، وفي باكجات عرايس. أصحاب المكان بيفكروا أنهم يعملوا حاجة فريدة تكون موجودة في المملكة ويكون مميزة بالشوكولاتات بتاعتها والنكهات والأطعمة بتاعتها، الفليفر بتاعها يكون معمول بشكل متميز وبتست متميز. والأمور في الفترة الأخيرة ربنا كرمنا وزودنا عليهم البيستري اللي هو الكيك، ومشى كويس الحمد لله، وبنعمل كل ما يخص الأعراس والأفراح بالكامل. مشغلنا بخدمات للعرايس للزبائن للكل، فعندنا مثلا عروض، حاطين عروض هنا في البازار، وكمان حاطين عروض في المشغل للعروسة لحبايب العروسة. عندنا باقات للعرايس، عندنا 3 باقات للعروسة اللي هي الفضية والذهبية والماسية، وفي باقة للعريس. ولاقى المعرض نجاحاً وإقبالاً للزوار من خارج مدينة جدة. تخصصنا اللي هو التوزيع المني في الأفراح والمناسبات، عقد القران، المواليد، وحسب ناخد حسب طلبات العرايس، المناسبات الكبيرة، المناسبات الصغيرة. نهتم بجميع طلبات العروسة من ناحية عباية العروسة، الأرواب الحرير، أرواب اللي هي أرواب الاستقبال، عندك الأرواب الاستحمام بالأطقم الكاملة. هذه أول مشاركة لنا في المعرض. صراحة المعرض جدا جميل وفي فعاليات حلوة، ونقدم ختمات حلوة للمتزوجين لأي مناسبة خاصة يعني. وقدمت مؤسسة تحفة البحارة للأفراح عرض ولون من ألوان الفن الحجازي بصوت المنشد فيصل لبان، مما أضفى أجواء الفرحة والبهجة على زوار المعرض. يا نعمة ما طلعوا على واديكما، نعمة القدوم. لقناة اقرأ لمى الشهري جدة.